الفيديو دوت لأي عميل مهتم يشتري شقة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة. دلوقتي في العاصمة الإدارية محققة طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات للمناطق السكنية والمشاريع الراقية في الأحياء المميزة زي الآر 7 والآر 8 والمستثمرين، واللي طبعا بتتميز باللايف ستايل وبالخدمات المتنوعة واللي بتكون كمان مدعومة بالسمارت سيستم. متاح حاليا نماذج متنوعة للسكن بداية من المساحات الاستديو، ودي أسعارها بتبدأ من 2.5 مليون، والشقق الغرفتين أسعارها بتبدأ من 3.5 مليون، وأسعار الشقق الثلاث غرف بتبدأ من 4.5 مليون. وبالنسبة للدوبلكسات متاح مساحات متنوعة بداية من 240 متر لحد 500 متر بأسعار بتبدأ من 6.5 مليون جنيه. وطبعا بالنسبة للفيلات الأسعار التاون هاوس بتبدأ من 14 مليون، والتوين هاوس بتبدأ من 17 مليون، والفيلات المستقلة بتبدأ أقل حاجة من 25 مليون جنيه. التقسيط بيكون بمقدمات 10% وأقساط بتوصل لحد 10 سنين. متاح طبعا استلام فوري، ومتاح استلام خلال سنة وخلال سنتين وثلاث سنين كمان، وده طبعا بيرجع حسب كل مشروع. الاستلام بيكون نص تشطيب، وطبعا متاح تشطيب كامل. طبعا لأي عميل مهتم ان هو حابب يشتري حاليا في العاصمة، نصيحتي لحضرتك ان انت ما تترددش، لان الاسعار طبعا في تزايد مستمر، واللي متابع اسعار العقارات في العاصمة عارف كده كويس. ولو حضرتك حابب تشتري شقة او فيلا، او مهتم ان انت تتجه للاستثمار في القطاع التجاري او الاداري بشكل عام في العاصمة الادارية، يشرفني طبعا اننا نتعاون مع بعض. بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة من 2017، واقدر اساعد حضرتك واوجهك لافضل المشاريع اللي هي تتناسب مع متطلباتك، وتكون طبعا في حدود الميزانية بتاعتك بالمقدم اللي حضرتك تقدر تدفعه، وفي حدود القسط اللي حضرتك تقدر تلتزم بيه في المشاريع اللي تدي لك افضل قيمة مقابل سعره، مع شركات تكون ملتزمة وموثوق التعامل معها. حضراتكم تقدروا تتواصلوا معايا من خلال رقم الظاهر على الشاشة متاح عليه الواتساب، او حضرتك سجل بياناتك وهيتم التواصل معاك في اسرع وقت. طبعا الخدمة دي بتكون مجانية، وتشرفوني مع حضراتكم في اي وقت. معاكم محمود كساب، استشاري عقاري متخصص بالعاصمة الادارية الجديدة، شركة ريال استيت جايد. شكرا جزيلا.